السلام عليكم ورحمة الله، كيف حال الجميع؟ أتمنى لكم أنكم تكونون بصحة وسعادة وعافية يا رب العالمين. رسالتي هذه للرجال قبل الحريم، وأدري أنها بتزعل الناس واجد، وأنا ما أبيكم تزعلون مني لأني أنا أحبكم جميعا، وما أقول إلا كل الكلام اللي في صالح الكل والجميع، حتى لو يزعل فئة من الناس، وكثير اللي بيزعلون مني، وأتمنى أنكم ما تزعلون مني وتفكرون فيها يعني بالصالح العام. رسالتي للرجاجيل اللي يكدون ويكدحون طول الشهر، قومة من صباح الله خير وشغل إلينا أذان العصر وزحمات الشوارع، وتجي يا الله تافل العافية وحالتك حالة، شهر كامل تاخذ هالراتب، وفي الأخير صارت الرواتب تروح كلها على رياء وعلى مظاهر كذابة وعلى استغفر الله العظيم أمور دخيلة علينا في هالبلدان اللي هي بلدان الخليج جميعا، ما هو عندنا بس في السعودية، صارت منتشرة في جميع دول الخليج للأسف. أنا أتكلم عن أولا الاستقبالات للوالدة اللي صارت تكلف آلاف الآلاف، الحرمة الوالدة حتى لو أنها توها متزوجة لها سنة ولا سنتين وزوجها على قد حالها وتوها ما بعد سددت ديون عرسه وديون زواجه، تجي تولد في مستشفى خاص بالشيء الفلاني، وتشرط على زوجها انه ياخذ لها سويت بالشيء الفلاني، طبعا الاف الالاف، صبابات، شوكولاتات، ورود، بالونات، زينات، اشياء يعني يصرف عليها ما لا يقل عن 10 20 30 الف. تقعد الحرمة من يوم ما تحمل